السلام عليكم. خير، شو جابك لهو؟ ماني جاي حتى اشوفك ولا حتى سلم عليك. شو بدك ولا؟ اطلع لبرا ولا؟ اتركوه. احكي. ابو الرجا وجماعته بدهم يفوتوا على حارتكم فوتي لاول ملاك. شو؟ مثل ما عمل لك. وديروا بالكم على حريمكم ماشي والضيفه اللي عنده. الحريم؟ رح يفوتوا عليكم بسلاح ليو بسلاح وناويلكم علنيه سودا. وانت ليش معذب حالك وجاي تحذر؟ شنو حريمكم حريمنا وشرفكم هو شرفنا وعرضكم عرضنا. صخر، هاي وحده كثير كبيره منك ما رح انسلك اياها. يا كبير معلم ابو عامر، بلكن عم يكذبوا علينا. لا يا قداس، هذا الحكي مزبوط. بعدين هذا القبطاي غير ابوه لانه معدن وطيب. شو عليه هلا من شو قداس؟ تجمع شباب الحاره واوعك حدا يدرها. امرك معلم. صياح، بتروح انت وغريب بتجيبوا السلاح من المحل اللي خبيتوا فيه. صار يا كبير. الله معكم. جاي لعنا برجليك يا ابو الرجاء، لك ميت اهلين وسهلين. اسمعوا رايكم، انا رايي ناخذ منه مفتاح الفرن ونفتحه ونشغله. هلا الفرن شو بده غير الشغيله؟ شو رايكم؟ فكرة معقولة، أنا رح أكون أكبر مساعد للناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أبو علي. أهلين بكبير الحارة. شو بدك؟ أنا مو جاي من شأنك يا مختار ولا بدي أسلم عليك. قول شو بدك بسرعة. خير يا أبو عامر، شو في حكي؟ أبو جميل، جماعة أبو الرجل الليلة هاجمين لعنا وبدهم يخطفوا حريمك يا أبو هاشم. يا باطل علي، لك فشروا. فشلوا يلمسوا شعره من راس حريمنا. انت متاكد من هالحكي يا ابو عامر؟ صخر اللي خبرني. صخر؟ عشان هيك لازم نجهز حالنا صغيرنا وكبيرنا. لك لعيونك يا كبير، من صغيرنا لكبيرنا جاهزين بعون الله. ابو جميل، هذا الخبر ما بدنا اياه يطلع لبرا بنوب. صار يا ابو عامر. ابو عامر، بتضلك كبير حارتنا والله محيي اصلا. لازم نجهز حالنا، شنو ما عندنا وقت. معلوم، ما عندنا وقت، لازم نكون جاهزين. يلا يلا. شرفوا 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 شرفوا. ما بدي اشوف وشك بين رجال الحارب. بتكف مريا لا تخلص الحركه ليطلع ابو الرجا ورجاله من الحاره كلها، فهمت؟ ويامنا. واذا حسنت تطب رصاصه لابو عامر او المختار لا تقصر. حاضر. شوفي كمان، ايه بدلوا لك الداس يخبر ضرغام انه يخلي يطلع برا الحاره مع الحارك. صار معلم. مسيك طبه منيح. الحقني. انا رايح. وشو ما صار الباب ما بينفتح لحدا. ها ايه ابن عمي، بامرك لا تخاف. ادعوا لي. منصورين باذن الله، الله يحميكم يا رب. دير بالك على حالك ابن عمي، الله يقوينا عليهم. امين يا رب. يا ام بدي اطلع قاتل. لا يا عم، انت لساتك صغير. يا عم انا بدي اقتله لهذا الوضع ابو رجب. لا تخاف، في مين يقتله. يا ريت لو بقدر طوله بقتله بايدي هدول. كريمه، رجال حارتنا قد وقدود وباذن الله ما بيطلع من هون الا مقتول. خير؟ شوفي وطي صوتك، اعمل حالك كف مغيب، ترك الارنك كله. شي شوفي، لا
لك شو بدك يا اخي؟ لا تسال عيون، لا تسال، احمل حالك وروح من هون. يلا اواه، احسن ما تطير الرقبة شيتك. هيك بده مظهر بيك. ايه اذا هيك بده مظهر بيك على راسي. يلا ضبطيب. يلا 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 Thank you.
لك شو هالاصوات هي؟ دخيلك يا رب. تسلم وتقبرني. سيدي خلصت المعركة شرف. حتى لو خلصت معنا أوامر من السرايا ما نتحرك من الكركون أبدا. بلغ العناصر روح. حاضر سيدي. الضالين رحمة الله عليها ماتت مشان ما حدا يقرب على مرتي يا ابو عامر. لمين الفرد؟ جابته معها من عند ابو الرجا. عند الفرد فرد ابو صخر. ايوه زيك صياح ضبوه وتخبر الشباب كل سلاحنا ضبوه الفرنساوي جاي. صار يا كبير. شرف يا ابو عامر شرف. شرف ولا انت وياه وياه شو انا بعد حريم؟ لك الحريم اشطر منك ومنه ولا واطي انت وياه. خرب بيتك على هالعمله انت والزلم تبعك. لك شلون بترجعوا من الحاره وما معكم كريمه وام هاشم؟ شلون؟ رجالك معذورين يا معلم، الله وكيلك معذورين. شلون يعني معذورين؟ لك انا بذات نفسي ما بعرف كيف طلعوا لنا رجال بالحاره. لك معهم سلاح مثلنا وزود. شو هاد؟ معهم سلاح؟ أكتر منا وزود عم قلك. ومنين جابوا البطيخ؟ هيك ما بعرف يا معلم، الله وكيلك ما بعرف، كأنهم عندهم علم وواصلهم خبر إنه نحن جايين نقتلهم. كانوا جاهزين مجهزين داير من دار الحارة. نلع من وشي أنت وياه ولا كلب؟ نلعوا! تضرب منك إلو! حركوا! حرك! يا بي شو بدنا نساوي مع الفرنساوي هلا؟ عطرك يا شام حبي عطر هزيني.